êtes à l'écoute de Radio MF. Let's leave in that message. You are listening now to MF Radio. مرحبا بكم على أمواج إذاعة الفاتح، الإذاعة الأكثر استماعا. نضمن لكم أراء هذه الأوقات. كونوا أوفياء بالمعلم. And keep listening. انبت الأحرار تسرق الأنوار منتدى السؤدد وحما دمت منتدى وحما عشت في الأوطان للعلا عنوان ملأ كل جنان ذكرى بالروح بالجسد هب فتاك لب نداك في فمي ورد دمي هواك ترى نور ونار لإخوتي هيا للعلا سعيا ترشد الدنيا أنه لا نحيا بشعار الله الوطن الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي المتعلمين والمتعلمات، مرحبا بكم في إذاعتنا المدرسية. وبعد، فقد اقتحم عالمنا ضيف ثقيل عابر دون استئذان، كورونا كوفيد 19. نسأل الله أن ينقذ بلادنا وعالمنا من ويلات هذا الوباء ويعجل بالفرج لنعود إلى مدرستنا الفاتح ونرجع إلى مقاعدنا الدراسية التي اشتقنا إليها، وكلنا على يقين أن الفوز لا يأتينا مجانا، ولربما سنمر بمحطات مزروعة بالأشواك فيصيبنا التعب ونحس بالإرهاق، وقد يتسرب إلينا اليأس والملل، ونحن أصحاب إرادة قوية لا نستطيع الوقوف في هذه المحطات، ولن ينال من عزائمنا ضيف ثقيل عابر، فلنتخلق بأخلاق الإسلام ولنكن ذوي الهمم القوية ثابتين كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وقد أعجبت أبنائي بناتي بكلمة لأحد زملائكم وكأنه ينوب عنكم حين يقول: لنغتنم فرصة هذه الوقفة لتنفيذ ما خططه أساتذتنا وأستاذاتنا المحترمين من حصص لأنشطة داعمة ومراحل تقويمية لدروس تقدم لنا عبر الهواء، فلا نترك للملل سبيلا إلى نفوسنا. وكلما فتحنا موقع مدرستنا الإلكتروني شعرنا وكأننا في حجرات الدرس، ومعنا من نكن لهم كل محبة وتقدير واحترام، ونحلم أننا سنعود إن شاء الله قريبا حين يرحل الفيروس كورونا كوفيد 19، وأملنا ألا يعود. اللهم جنبنا كل ما يؤذينا وأبعد عنا شر وباء كورونا ومشتقاته، فإنك بنا رحيم وأنت ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنظيما للوقت أبنائي بناتي هو السبيل الأول للاستفادة به وتجنب إهداره، وذلك من خلال تحديد أولوياتنا والمهام المطلوبة منا والتي يتوجب علينا القيام بها. وهنا أترككم مع بعض زملائكم الذين قد حددوا جدولا زمنيا للقيام بواجباتهم ويحاولون الالتزام بها قدر المستطاع.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا إيمان بالمحجوب، تلميذة بالقسم الأول ابتدائي. سأتكلم لكم اليوم عن يومياتي بعد أن أجبرنا الفيروس على البقاء في منازلنا. فالحمد لله وبفضل سائرين على مدرستنا ومعلماتنا محترمات، نتابع دروسنا عن بعد، ثم ألعب مع أختي الكبرى ونستمتع جميعا، ثم أشاهد التلفاز رغم أني حرمت من ممارسة كرة القدم، ولكنني سأبقى في بيتي حماية لي ولغيري، ونسأل الله أن يحفظ بلدنا. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jeannette Rahmani, une élève de 3e année à l'école EMEP. Vu l'arrêt des cours à cause du coronavirus, nous sommes tous priés de rester chez nous, de garder une bonne hygiène et surtout de suivre nos cours transmis par nos chers maîtres et maîtresses à travers WhatsApp. Que Dieu Tout-Puissant nous garde tous. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ihsan, je suis en CE2. Aujourd'hui, je vais parler de mon quotidien après le confinement. On commence la journée par les cours et les exercices qu'on reçoit de nos chères maîtresses chaque jour. Ensuite, je regarde la télé et je lis des histoires. Puis, je joue avec ma sœur. Merci à vous tous et que Dieu garde notre pays. Et surtout, restez chez vous. نكين أمل عمراني تقرا هي المؤسسة الفاتح في القسم السادس فوش 5. اتغنت بالتطور لسبب كورونا من بابا سيان لوباش أسن مالا الخدمة النس اللي أمس نيران يعرق يمتن تزوري غسينو تغوري تلعب دي تما قرتي أرتمي يزغرخ ديم دوكالينو الأستاذتين ونادا تشكرغ بزاف يطابلات قم كارو تترغ ربي أتزري المرحلة تعيش مزارة النخ بخير وعلى خير. نجمعك المدرسة النخ. والآن أيها الأحبة، فقد بلغنا نهاية فقراتنا الإذاعية لليوم، ونتمنى أن نكون قد أوفينا في تقديمها. وإلى لقاء آخر في القريب العاجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.